اعربت وزاره الخارجيه عن دعم مملكه البحرين للحقوق المشروعه لجمهوريه مصر العربيه وجمهوريه السودان في مياه نهر النيل ومساندتها لجهودهما لحمايه الامن المائي للبلدين الشقيقين والمحافظه على مصالح شعبيهما ودعت وزاره الخارجيه في بيان المجتمع الدولي الى تكثيف الجهود للتوصل الى تسويه عادله لقضيه ملء وتشغيل سد النهضه الاثيوبي وفق قواعد القانون الدولي وعبر الحوار المباشر بين الدول الثلاث، وبما يحقق المصالح المشتركه لجميع الدول، ويسهم في حفظ السلم والامن والاستقرار في الشرق الافريقي.